اسمي مفضل أغوتان، من مواليد 27 تسعود 1939، متقاعد. عملت الجرعة الأولى فاتح فبراير من هذه السنة، والجرعة الثانية عملتها نهار 22 فبراير، والجرعة الثالثة اللي اليوم في الليل رسلوا لي الميساج بنعمل الجرعة الثالثة، وجيت لهنا داز داك الشيء بخير وعلى خير، من يعني من هذوك رجال الأمن اللي كيخليو الناس يدخلوا، من تم استقبلته يعني بحفاوة وأدب، وجيت لهنايا يعني نعطوا لي فين غادي نمشي، وجيت وفي هذا المقر هذا من الباب الأولى، وكنلقى التعاون من الفتيات اللي خدامين هنايا، حتى وصلت للمحل ديال الاستراحه من بعد ما عملت يعني الجرعه الثالثه. فاش حسيتي وانت من الاوائل اللي كيضربوا الجرعه الثالثه؟ لقيت سيربريز، واحد المفاجاه، لقيت راسي انا الاول في الجرعه الثالثه، قالوا لي انت هو الاول. اذا يعني خرجت واحد السرور بانه انا الاول جيت نعمل الجرعه الاولى، الجرعه الثالثه انا الاول.